خلينا نبدأ بأول مشكلة بتقابلنا كلنا، وهي إن شعرنا بيجي عند طول معين وبيقف. ازيكم؟ يا رب تكونوا زي الفل وزيادة شوية. الفيديو بتاع النهاردة هكلمكم عن وصفات موجودة لتطويل الشعر. الوصفات ديت ممكن تكون عبارة عن عصاير بنشربها علشان معدتنا تمد شعرنا من الداخل بالفيتامين اللي محتاجها، او تكون وصفات خارجية عن طريق حمام الزيت او المساج او الشامبو او اي حاجة من الحاجات دي. فمن الاخر الفيديو ده فيه شوية وصفات او فيه شوية اضافات تقدروا تعملوها في الروتين او في اليوم بتاعكم عشان توصلوا لشعر طويل، وده بينطبق على الناس اللي شعرها بيجي عند طول معين ويقف. هشرح لكم الموضوع ده بيتعمل ازاي. يلا بينا. قبل اي حاجة please don't forget my instagram my tiktok my facebook account. ممكن بليز تعملوا فولو لو انتوا حابين، ولو عندكم اي سؤال كده برد هناك في الانستجرام. كمان الكوميونتي بتاع الانستجرام ده كده بجد بنقعد نرغي، بتلاقوا ستوري وانا بعمل سكين كير، بنقعد نتكلم. لو عندكم اسئله بعمل فقره اسك، برد بقى في فيديوز، مش مجرد مسجز يعني. فالموضوع بجد بيبقى مفيد ليا وليكم، وكمان بيبقى في كوميونتي كده لا تحس ان احنا اصحاب قوي. بحب الانستجرام قوي مؤخرا. كمان انا قسمت لكم الفيديوز الطويله اللي موجوده على اليوتيوب في بلاي ليست اللي هي قوائم التجميل، بتوصلوا لها بالمنظر دوت. ومقسمه لكم كل حاجه عن تطويل الشعر، عن حمام الزيت، ازاي تتقلوا شعركم. حاولت اساعدكم يعني عشان ما تتهوش جوه القناه. خلينا نبدا باول مشكله بتقابلنا كلنا، وهي ان شعرنا بيجي عند طول معين وبيقف. انا بالنسبه لي كان شعري بيقف عند الطول اللي هو عند بدايه الكتف دوت هنا كده، وبيقف ما بيطولش تاني. طب هل يا جاكلين ده مثلا علشان سبب معين؟ بصراحة في سبب معين. فاكرين الفيديو بتاع تساقط الشعر اللي كلمتكم عنه وقلت لكم ان في حاجة اسمها فترة نمو الشعر، لان كان الشعر ليه 3 مراحل. فكان سوري ده حد بينده على حد من الاول. فاكرين فيديو تساقط الشعر لما قلت لكم ان الشعر ليه 3 مراحل، اول مرحلة منهم اسمها مرحلة النمو، ودي اللي ممكن تقعد 6 شهور وممكن تقعد 6-7 سنين. في المرحلة ديت بيبدأ الشعر يطول سنتي تقريبا كل شهر. في طبعا شعور بتزيد اكتر من كده، بس النورمال يعني سنتي كل شهر. وما يغركوش، احنا شعرنا لو انتوا عايزينه لاخر ظهركم ده تقريبا بيعدي 100 سنتي، يعني هيعدي 100 شهر. فعايزاكم بس تركزوا في النقطة دي، ان بجد الموضوع بيبقى محتاج وقت. المهم ان في ناس مننا للاسف مرحله النمو دي عندها قليله مش طويله، يعني مش هتكفي ان احنا مثلا نقعد ال 100 شهر علشان نطول شعرنا 100 سنتي فيبقى شعرنا لاخر ظهرنا. الناس دي بيبقى عندها فتره النمو اقل من كده بكتير، فبيقف كل مره شعرنا عند نفس الطول، فنيجي نقص نقول عشان يطول، فيجي يطول يقف عند نفس الطول. هي الشعرايه بمرحله النمو عندها بالكميه دي، هي مش هتعرف تزيد ومش هتعرف تقل. قصتوه، حلقتوه، شلتوه من الجذور، ده مش حلو. الحل هو اني العب في السيتنج واخلي مرحله النمو بتاعت الشعرايه اطول شويه. هو ده اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده، ازاي اخلي مرحله النمو بتاعت الشعرايه اطول يا جاكلين. بدل ما كانت بتطول لحد هنا، لا معلش المره اللي بعدها تطول لحد هنا ولحد هنا ولغايه اخر ظهري. بصوا يا جماعه، مرحله النمو دي من الحاجات اللي بتاثر عليها قوي، او من الحاجات اللي بتساعد على ان فتره النمو بتاعت الشعرايه تطول، وان الشعرايه يبقى فيها نفس انها تاخد كل شهر سنتي وما تجيش تقول يا جماعه خلاص انا زهقت وخلاص مش هطول تاني، ماده الكبريت. ومن الاخر كده هي موجوده في كل اكل بيحرق، يعني موجوده في البصل، موجوده في الثوم، موجوده كمان في الجرجير، موجوده في الفجل. الاكلات دي كلها محتويه على كميه حلوه من الكبريت، وبالتالي هتزود النمو بتاع الشعرايه اللي هي المرحله بتاعت النمو، تزيد فشعرنا يطول اكتر. شكشوكه، انت قلتي ان انت هتقولي لنا على وصفات. بالظبط، اولا كده يوميا او حتى مثلا يوميا لمده اسبوعين في الشهر، كل شهر اختاروا اسبوعين، وكل يوم بعد الغداء بساعه، بعد ما المعده تهضم الغداء كده وتحس ان المعده جاعت شويه، ناخد فصين من الثوم مع شويه ميه. نجيب فصين من الثوم دول نقطعهم كده صغيره الياني برشام، وناخدهم نبلعهم، مش نمضغهم، مش هنمضغهم اطلاقا، هنبلعهم بكميه من الميه زي كانهم برشام بالظبط. تاني حاجه عصير الجرجير، جيبوا جرجير واعصروه وحطوا عليه اي نكهه بتحبوه. انا عن نفسي بحب الجرجير بالليمون بالنعناع. ساعات ازود خيار عشان تقلل من حده الطعم عشان بيبقى فيها ميه، ساعات ازود مثلا شويه بقدونس عشان فيه فيتامين سي، شويه اي حاجه موجوده، ممكن تفاحه، ممكن اي حاجه، بس اللي هو تغطي على طعم الجرجير لو انتم مش بتحبوه. ضيفوا الجرجير والجرينز عامه في كل اكلاتكم. فاتوا عامه الجرينز اللي هي كل الحاجات الخضراء مهمه جدا لشعرنا، ومش لازم تشربوا او تاكلوا الحاجات دي بشكل منتظم طول العمر،
ممكن تاخدوا فترات عشان حتى ما تزهقوش. مثلا عصير يوم ويوم، الثوم مثلا يوم ويوم طول الشهر، بدل ما انتوا كل يوم في الشهر وتكسلوا وتنسوا والكلام ده، لا عادي ممكن تقللوا، بس المهم انه يدوم معاكم فترات طويلة من الزمن في حياتكم، يعني 3 اشهر و4 اشهر وسنة يقعد معاكم كده، فاهمين؟ يبقى هو ده النظام الغذائي بتاعكم. وبكده ده يكون اول حاجة، وهي الحاجات اللي بتدخل جسمنا عشان تطول فترة النمو وعشان الشعرايا كمان تتبني صح. بالمناسبة الكبريت من الحاجات اللي بتساعد على ان سمك الشعرايا يبقى اتخن، يعني لو الشعرايا رفيعة وبتتقطع بسرعة هو بيتخنها، كأنه بجد ايه بيديها اكل كده تتخن هي، فتيجي تتقطع ما تتقطعش بسهولة. طالما هي ما تقطعتش بسهولة يبقى هي قوية كفاية انها تطول تاني. نيجي بقى لتاني حاجة، ودي من اكتر الحاجات اللي انا دايما بتكلم فيها، وان هي اساسا اللي طولت لي شعري بالشكل الكبير ده، حمامات الزيت. تحفة، اختراع، سحر. يمكن مفيش اثبات علمي يقول ان حمامات الزيت بتطول الشعر، بس يعلم الله انا حاجه طولت لي شعري غير حمامات الزيت. بدات باول حاجه كان حمام الزيت اللي هو دوت من اوريفلام، هسيب لكم صورته هنا، حمام زيت جوز الهند بتاع اوريفلام ده، تقريبا دي رقم 7 أو 8 كازازه، بستخدمه لوحده، ومؤخرا بقيت بضيف عليه زيت من الزيوت دي، زيت اللافندر، زيت النعناع، من الزيوت اللي بتبقى اسينشال بتنشط فروه الراس. زيت النعناع وخصوصا بتاع المصريه بيخلي فروه الراس متلجه، تحس بجد ان هو وصل كده لفروه الراس وبجد خلاها بقت ساقعه قوي، ده بينشط الدوره الدمويه ويخلي الشعر يطول اسرع. نفس الكلام على اللافندر، نفس الكلام عن زيت البصل، لان فيه كبريت بينشط الدوره الدمويه بيخلي الشعر يطول اسرع. ومش هتكلم عن زيت جوز الهند الخطير، اذا كان بتاع اوريفلام او بتاع المصريه، بتاع نيفرتاري، بتاع متنان، كلهم حلوين. انا بس اللي بجد بعشقه كسعر وككميه وكباكجنج ده اللي هو بتعرف ليه، بحبه قوي. طيب ايه يا جوكا نسبة حمام الزيت؟ استخدموا حمام الزيت اللي يعجبكم، اعملوا اللي انتوا عاوزينه. انا بستخدم معلقة من زيت جوز الهند، فروة الراس كلها بتاخد معلقة، هي معلقة من زيت جوز الهند كده، وبحط عليها نقطتين نعناع، نقطتين لافندر، نقطتين روزماري عشان اكثف، نقطتين جرجير، الجرجير برضو بيتقل الشعر وبيطوله حلو قوي. تمام تمام. هل حمام الزيت مهم؟ مهم جدا. طب هل حمام الزيت ممكن يوقع لنا شعر انه ما يخلوش يطول؟ اهو في حالتين، لو نمنا بيه او عملنا حاجه من الغلطات اللي هي اللي موجوده في فيديو غلطات، هبقى اسيبه لكم برده في الديسكربشن بوكس تحت، واسيب لكم الصوره هنا عشان تبقوا تروحوا تتفرجوا عليه. او استخدمنا زيوت مضروبه، مش زيوت من براند موثوق فيه زي المصريه، زي اوريفلام، زي امتنان، زي نيفرتاري ومركز البحوث. دول 5 اماكن تقدروا تعتمدوا عليهم في ان انتوا تشتروا منهم الزيوت. تالت خطوه في ان انتوا تطولوا شعركم، المساج يا جماعه. ان انتوا تدخلوا مساج على فروه راسكم ده مهم، اول من نشط الدوره الدمويه، ثانيا بيوصل الدم لفروه الراس، ثالثا بيوزع الزيوت اذا كانت بتاعت حمام زيت او بتاعه الفروه نفسها على كل حته، ودي حاجه مفيده لان الزيوت الطبيعيه بتاعت فروه الراس دي اصلا مهمه جدا. طيب جوكا نعمل المساج ده كل يوم؟ مش لازم كل يوم، نعمل المساج دوت وشعرنا مغسول جديد، يعني غسلته ونشفته من امبارح، امبارح اللي هو السبت مثلا، فالنهارده الحد، استخدم المساج ده الحد والاثنين والثلاث وشعري لسه بصحته، ما جيش في اخر الاسبوع وشعري خلاص بينهار وهيموت ويتغسل، وانا اروح رشه سبراي وعامله مساج وتك تك تك، هو بينهار لوحده، هنوقعه تاني ليه؟ انتوا دايما اعملوا المساج مثلا اول يومين بعد الشاور لما شعرنا يبقى ناشف، اول يومين بعد الشاور او اول 3 ايام، بعد كده وقفوه، بعد كده خدوا الشاور وسيبوه ينشف، بعد كده اول يومين وثلاث ايام وهكذا. طبعا حمام الزيت بيبقى قبل الشاور على طول، ودي حاجه كده كده ثابته وليه طريقته على اليوتيوب. ما تنسوش الانفرجن ميثود، لان لما بنقلب شعرنا لقدام الدم بيوصل للروتس بتاعت الشعر اسرع من لو عملنا مساج في الوضع الافقي ده عادي، لو قلبنا شعرنا لقدام الدم بيوصل اسرع وبالتالي الشعر هيطول اكتر. طبعا ما تنسوش ان الشعر لما يطول دوت هيبقى محتاج اهتمام، نشرب ميه كويس عشان الشعرايه تبقى كويسه، نهتم بالشعرايه، نرطبها ونحط لها حمام كريم، نحط ليفن، نهتم بصحتنا في المطلق، ناكل كويس، نلعب رياضه، الرياضه بتنشط الدوره الدمويه حلو جدا في الجسم. من الاخر تقدروا تمشوا على خطوات التحدي في ايام متفرقه، مش لازم لمده 30 يوم، ممكن يوم او يوم لا. بس كده اعتقد انا قلت كل حاجه، اتمنى ما اكونش نسيت حاجه، ولو حد منكم جرب وصفه بتطول الشعر، وصفه ميه الرز بتطول الشعر كويس قوي، هتلاقوها موجوده على قناه اليوتيوب هنا، ممكن تستخدموها زي ما انا استخدمتها، او ممكن تستخدموها از سبراي لمده تقريبا 10 ايام بس في الشهر، بتطول الشعر كويس قوي برده. ولو تايهين قولوا لي وانا اعمل لكم فيديو عنها ازاي ممكن تستخدموها كده. بس فلو انتوا كمان عندكم وصفات بتستخدموها لتطويل الشعر، او اكلات، او حاجات مثلا اللي هي بتاعت ماما وتيتا بتوع زمان دول، تنسوش تكتبوا لي في الكومنت او تبعتوا لي على الانستجرام، انا برد على كل الناس، بس ساعات برد متاخر عشان الكومنتس والمسجز كتيره الحمد لله يعني.
انا خلصت، اشوفكم فيديو جديد، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. باي باي.